بسيفك القلوب، تحتفي بخطبك الدروب، تحتمي بسيفك القلوب، تحتفي بخطبك الدروب. يا بطل تخافك الخطوب، يا أمل يا زهرة السهوب. هيلا هيا فارس، هيلا هيا فارس الشجاع، هيلا هيا فارس، هيلا هيا فارس الشجاع. فارس حصاره المدى، حارس لا يرهب الردى، فارس حصاره المدى، حارس لا يرهب الردى. ثأره كطائر الصدى، سهمه لا يخطئ العدا. هيلا هيا فارس، هيلا هيا فارس الشجاع، هيلا هيا فارس، هيلا هيا فارس الشجاع. أخبرني، أين المفتاح؟ خدعتني بألاعيبك لأنني غبي. تكلم، قل لي أين مفتاح البوابة؟ سيدي القائد، سيدي القائد، أخبرني ما الذي جرى؟ مفتاح بوابة المدينة ضاع. سيدي لا تقلق، إنه معي. ماذا؟ تفضل يا سيدي. بسبب جهلي عرضت المدينة للخطر، لكنك يا فارس دافعت عن المدينة بإخلاص لم يتزعزع، على الرغم من التهمة الباطلة التي سجنتك بسببها. أرجوك اقتلني أيها العجوز، اقطع رأسي كي أمسح عاري. هيا اهدأ يا سيدي. سيدي هربها الداريا، سيدي هرب. ماذا؟ ها؟ كيف تركته يهرب؟ يا للخسارة. أبي، أبي، أبي.
فارس. من؟ فارس أهلا، سأنتقم. قيدوه جيدا. حاضر سيدي. لماذا تفعلون ذلك بي؟ احرص. أين أمي يا ترى؟ أمي. سنحتل المدينة بكل شجاعة. من يتحداني؟ أنا أتحداك. من أنت؟ تكلم. هذا أنا مشكول. أخبرني، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ كنت في رحلة وسمعت أنك تواجه مشاكل. أهلا بك، تفضل واشرب. هيا. شكرا. جئتك بهذه الهدية. هدار أيها الغبي، ماذا حصل لبوابة المدينة؟ سيدي، بينما كنا نحاول سرقة المفتاح قام فارس بقتل أبي وكامل. ماذا؟ يا إلهي، اقطعوا رأس الذي عصى أوامري. ما رأسك هنا، هيا. سيدي، سيدي أرجوك. انتظروا لحظة سيدي لنستفد منه في جر فارس إلى هنا. اتركوه قليلا. شكرا، شكرا لك يا سيدي. إن كنت تنوي إبقائي على قيد الحياة فأرجوك دعني أقتل أم فارس بيدي هاتين. أريد أن أنتقم لك يا أبي. انتظر، هيا خذوها إلى السجن. سيد مشكول، دعني أقتلها أرجوك. هذا غير مجدٍ أيها الأحمق، يجب أن يقتل فارس وليس أمه، هل فهمت؟ ماذا؟ فارس؟ أنا مستعد لقتله بأي ثمن. قادمة معه. سيدي الحاكم، كيف أمضيتم الرحلة يا سيدي؟ فارس، لا شك أنك واجهت الكثير من الألم، أنت بطل شجاع. قمت بواجبي سيدي. قل لي، هل أمك بخير؟ ماذا؟ ها؟ من الذي أوصل لك رسالتي إذن؟ ها؟ من؟ إنها أمك التي أرسلتها مع جواد الريح يا بني. ما الأمر يا فارس؟ ماذا هناك؟ يا إلهي، أمي. ها؟
كنا نثق بك ولهذا عهدنا إليك بالدفاع عن مدينة الأسوار، لكنك لم تميز بين المخلص والخائن فعرضت المدينة للخطر. هل تدرك جريمتك؟ تكلم، هيا تكلم. أستحق الموت على جريمتي، عاقبني أرجوك. خذ السيف منه، هيا. حاضر. ولدي فارس. أمي، جوادي، أين تركتها؟ لماذا عدت من دونها؟ لماذا لم تحضرها معك؟ أين هي؟ أين أنت الآن يا أمي؟ أين أنت؟ أين أنت؟ فارس، أنت قتلت أبي وكامل، ولهذا سوف أقتل أمك. مصير أمك صار في يدي. الدار، أنت إذن أيها الخائن. سأقتلها بيدي، سأقتلها بيدي، بيدي، بيدي. فارس، أين أنت يا بني؟ فارس، فارس. أيها الخائن، هيا انطلق يا جوادي، هيا. لا تذهب. اترك الحمل يا كوكب، دعيني أنقذ أمي. هيا. لا تذهب، أرجوك، أرجوك. ماذا تقولين؟ فارس، انتظر. ارجع يا بني. ماذا؟ ماذا قلت؟ هيا عليكم أن تلحقوا به بسرعة. اندفع فارس نحو الأعداء وحده. أعرف، أعرف ذلك. اسمح لي بالذهاب لإنقاذه يا سيدي، بما أنني ارتكبت جريمة عظمى. أرجوك، أرجوك اسمح لي بالمخاطرة بحياتي لإنقاذ بطل بلادنا. إليك سيفي. شكرا لك. أمسكوه، أمسكوه. دعه يلحق بك إلى الفخ. أها، حسن، سوف أريه. أجل. ارحمني، ارحمني. دلني على السجن. أين هي أمي؟ هناك. هيا. هل أدلك على أمك؟ أيها الورد، اتبعني. Ha ha ha!
لقد خدعت. هاتوها. هيا انزلي تعالي. وقع ابنك في البحر وهو يحاول انقاذك. فارس ولدي، ماذا جرى لك؟ ابتعدي. فارس أمي. ليتني مت بحد السيف ولا رأيتك هكذا. ليس من أجلي، لأنني أريدك أن تكون في ساحات القتال تحمي بلادك. أمي. هاي، عليك أن تقنعيه أن يتعاون معنا. تشجع يا بني ولا تستسلم. لا تستسلم. ارموه بالنار. لن يهدأ غيظي أبدا لأنك لن تموت بيدي، لكن لا خير لي. المهم أن حربنا قد انتهت. أيها الجبناء، خذوها إلى السجن. لا تنسى أنك من عينة الأسوار. لا تنسى ذلك. أمي. لا تنسى أمي. جنود مدينة الأسوار، حطموا الطفل. حاضر. هيا. أوقفوه.
الجند. سيدي أجبني يا سيدي أجبني. أنت بخير يا فارس؟ لا تبكي، فأنا لم أميز المناضل من الخائن. لقد ارتكبت جرما كبيرا بحق وطني، لكنك نجوت وصار بإمكاني أن أموت وأنا مطمئن. فارس حصانه المدى.